انتخابات علشان يقول لنا ابرز الامور اللي بتحدث في الخيمه الانتخابيه حتى الان. اتفضل يا فاروق. طبعا كل التحيه ليك يا كابتن اسلام، والتحيه والشكر ايضا موصول لكاتبنا الصحفي الاستاذ عصام شلتوت، وكل التحيه لكل مشاهدينا مشاهده ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. كابتن اسلام، انا عايز اخد من كلام حضرتك وكلام الاستاذ عصام المشهد اللي احنا شفناه في بدايه، يعني اول ما تم فتح باب التصويت والتصويت على انتخابات مجلس اداره النادي الاهلي، شفنا مشهد بيدل على قيمه ومكانه النادي الاهلي، سواء اعضاء قائمه الكابتن الخطيب او المرشحين المستقلين قبلوا بعض بالسلام بالاحضان، بمشهد يدل على مدى رقي اعضاء النادي الاهلي سواء القايمه او المستقلين وايضا الجمعيه العموميه للنادي الاهلي. هو ده، عشان كده بنقول دايما النادي الاهلي مختلف. خليني اقول لك دلوقتي عمليه الفرز بتسير بخطى اكثر من رائعه. تقدر تقول حتى الان تم فرز 68 لجنه من اجمالي 156 لجنه. كل المؤشرات قائمه الكابتن محمود الخطيب تتقدم السباق وبفارق كبير جدا، يعني بعض اللجان ارقام فارق في يعني ما بين طبعا منصب امين الصندوق الاستاذ خالد مرتجي وخالد درندلي، تقدر تقول النسبه 70 ل 30 ما بين الاستاذ خالد مرتجي والاستاذ خالد الدرندلي في كل يعني كل المناصب اللي تم الترشح عليها. قائمه الكابتن الخطيب تتقدم وبفارق كبير جدا. طبعا اجمالي عدد الحضور للتصويت على انتخابات النادي الاهلي تجاوز ال 22 ألف ايضا. يعني في هذه الاثناء انضم لي استاذ طارق.